السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم مهندس علاء شعراوي من قناه الفنون الجميله وفنون التطبيقيه. النهارده بقى ان شاء الله يا جماعه هنكمل الفيديوهات بتاعتنا بتاعت الروجاميك. النهارده هنعمل بيانو، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا انا موضحه قوي، عندي هنا في خطوط حمراء، الخطوط باللون الاحمر وخطوط باللون الازرق، دول هيتنوا بس، تمام؟ الاحمر ده هيتني لبره كده، تمام، لكن الازرق هيتعكس لجوه كده. كل احنا هنقطعه اللي هو بالرصاص ده بس، يبقى ده اللي هتقطع بالقطر، ولكن ده بيفضل زي ما هو الاحمر والازرق. يلا بينا كده نشوف مع بعض ازاي نقطع. طيب هنبتدي نقطع كده اللي هو الحاجات الصغيره دي، ممكن كده عادي خالص. الحاجات اللي هي الكبيره دي ممكن تاخدها بايه، بالمسطره او بالمثلث كده، عشان تطلع معاك شكلها حلو معدول. بالخطوط الكبيره دي نعملها بالشكل ده. وهكذا يبقى البرصاص هو اللي بيتقطع بس، الاحمر والازرق ما بنجيش جنبهم في اي حاجه، بنتنيهم بس، بنتنيهم عادي جدا. يعني ممكن بقى تاخد ايه الخطوط اللي هي بالمسطرة على طول كده عشان تبقى اسرع. والحاجات صغيرة بالايد على طول، ماشي. يعني عندك الحتة دي صغيرة اهي، ممكن تجيب قطر صغير لو انت مش مالك حتة صغيرة، ممكن تعملها كده. طبعا بالنسبة للدورانات انت ممكن تلفها عادي، تلف الورقة كده هتلاقي معاك على طول، تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بلف الورقة، هتلاقي معاك لفت معاك زي الفل. لو انا ما بجيش جنب الخطوط الزرقاء ولا الخطوط الحمراء، طبعا في اخر الفيديو يا جماعه سايب لكم الرسمه دي، سايب لكم الرابط بتاعها، تقدر تفتح الرابط وهجي لك نفس الرسمه دي ان شاء الله اتمرن عليها. برضو يا ريت تبعت لي لو عملتها، ابعت لي شوف عملتها ازاي، حاجة في التدمج برضه بعتلي. تمام بقى كده فاضل بقى الخطوط اللي هي الكيرفات دي، تمشي معاها واحدة واحدة كده اهو، وتلف الورقة هتيجي معاك زي الفل.
كده فاضل بس حاجات صغيرة دي اهي، الدايرة دي بس، حد الأحمر كده وتقف. هنا في كيرف اهو، بتراجع بس كده قبل ما تتني عشان ما ايه ما ترجعش تاني. شوف اللي ما طلعش كويس مثلا، دي ما طلعش كويس ومقطعها كده تمام، الفيرتيكال ده ما قطعش. تمام، تعال بقى نشوف كان تاني. دلوقتي احنا كده بعد ما قطعنا تمام، نبتدي بقى نتني بالشكل ده. احنا قلنا الازرق هيتني كده تمام، زي ما انتم شايفين كده، يعني الازرق ده شايفين دي تتني كده اهي، تتني بس دي معاها كده عشان ايه ما تقطعش منك الحته الصغيره دي اهي تمام. دي خلي بالك، بص الاحمر اهي، الاحمر دي بتتني لفوق اهي، الازرق عكسها اهي تمام كده تمام. نيجي هنا بقى، كل الازرق ده هيتني لفوق اهو، تعمل دي كده وهكذا، كل الازرق التاني بالشكل ده. حاول تتني دي معاك كده عشان ايه ما تفتحش منك، عشان لو هي رفيعة كده ممكن تتعب منك بسهولة. بالنسبة بقى للأحمر ده هيتني كده، شايف التاني بالشكل ده، يعني ناحيتك بص كده اهو، الأحمر التاني ناحيتك بالشكل ده كده. المنظر ده بالنسبة للأزرق، الازرق تاني كده لفوق تمام، يعني الازرق زي ما احنا قلنا كده اهو لفوق بالشكل ده. بص كده الموقف، كل الازرق التاني بالشكل ده لفوق. نشوف كده بعد ما اتنا كده الفيديو يعتبر خلص اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده بقى 3D تمام. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو شارك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.